72 ساعة هي المهلة الزمنية التي أعطاها رئيس الوزراء سعد الحريري للشركاء السياسيين لتقديم حلول للإصلاح الاقتصادي والاستجابة للمطالب الشعبية، فيما هدد باللجوء إلى خيارات أخرى إذا لم تتم هذه الإصلاحات، ولم يوضح أو يفسر جملة الخيارات الأخرى. برجع بقول مهلة قصيرة جداً، ولازم هالكلام يكون واضح للجميع. وإذا عم تسألوا شو هي المهلة قصيرة جداً، 72 ساعة عشتم وعاش لبنان. وبعد الخطاب الذي ألقاه الحريري يوم الجمعة الماضية عقب الانتفاضة اللبنانية، نشر تغريدة كتب فيها هاشتاج 72 ساعة، ولم يضف أي تعليق آخر. الهاشتاج تحول بعد ذلك إلى ساحة تجمعت بها التغريدات الكوميدية والساخرة. لنتابع ماذا قال اللبنانيون على مهلة 72 ساعة. وبعد انتهاء المهلة المحددة جاء الموعد وخرج الحريري في خطاب له صباح اليوم، وتحدث عن الإصلاحات التي سينفذها في الفترة القادمة، وأكد على تويتر أن اللبنانيون صبروا كثيراً ووصلوا إلى مرحلة اليأس مما أدى إلى انفجار الشارع. وأضاف الحريري أنه طالب بسلسلة من الإجراءات الإصلاحية منذ 3 أيام وقد تم إقرارها. أكد الحريري أنه لن يسمح لأحد بتهديد المتظاهرين، ثم وجه رسالة للشباب قائلا: إذا كان مطلبكم انتخابات مبكرة فأنا معكم. اللبنانيون لم يهتموا كثيرا بالخطاب الإصلاحي لسعد الحريري لأنهم مصرون على مطالبهم، وهذا ما يعكسه لنا هاشتاج من الشارع ما رح نطلع. وبعيداً عن المظاهرات الافتراضية على السوشيال ميديا، ما زال الشارع اللبناني متمسكاً بمطالبه، وعلى رأس هذه المطالب رحيل الحكومة. وبالرغم من أن سعد الحريري أكد على تويتر أنه لن يسمح لأحد بتهديد المتظاهرين، إلا أنه على ما يبدو تم استهداف المتظاهرين في جنوب لبنان، وهذا بحسب الفيديو الذي نشره المذيع اللبناني نيشان عبر حسابه على تويتر. شوفوا العالم كيف عم ترقد، نحن عم ناكل قتلة.
الفنانة اللبنانية إليسا عبرت عن تعاطفها مع خطاب سعد الحريري، وكذلك بالورقة الاقتصادية التي قدمها كحل للوضع الراهن. لكن المشكلة من وجهة نظر إليسا هي أن الإنجازات لا يمكن أن تتحقق بالحكومة الحالية، لهذا دعت إلى تشكيل حكومة مستقلة من المختصين والقادرين على إنقاذ لبنان. تغريدة إليسا حققت تفاعلاً كبيراً، واتفق معها عدد كبير من المغردين، لنتابع بعضاً منها.